هانتوما البنات رجينا هي ارتاحت لينا، هانتوما ارتاحت العجينه. دابا غنكوروها، شوفوا كي ولات كي لاستيك. دابا غنبداو نكورو فيها كويرات. اون فوا تكورات العجينه غنخليوها واحد 5 دقائق ترتاح، وعاد نبداو ان شاء الله نسمنو. ها انتم البنات من بعد ما ارتاحت لينا كنوجدوا الزبده وكنوجدوا الدقيق، نزيدوا عليه واحد الخماره هي باش غادي نصوب هذا الملوي. كنسرحوه بحال هكا، كنورقوه، كنرشو بالزيت الزبدة على الزبدة هادي وشوية الدقيق مع الخميرة، صافي تلوي بحالك. عاوتاني نديرو شوية الزبدة، نديرو تاني شوية دقيق، صافي تلوي بحال هكا بحال هكا. لوي بحال هكا بحال هكا بحال هكا، ولكن نخليوها حتى ترتاح ونديرو الشي لاخر حتى هو. نبقاو على هاد الحال، دائما نستعينو بالزيت بحال هكا، نجبدو هانتوما كيبان السطح ديال العمل. السجيج رقيق باش ما يجيناش غليظ. ندير تاني الزبدة، نرشو الدقيق هكا، نديرو بحال هكا شوية الزبدة ثاني وشوية الدقيق واللوح هكا، صافي نخليوها حتى ترتاح وغنجمعوها. نبقاو على هذا الشيء حتى نكملو كلشي. هانتوما البنات من بعد ما كترخى وكترخف عاد كنشدوها ونوركو عليها بحال هكا. عاد ان شاء الله غادي نطيبوها دابا كلهم، تنديروا لهم بحال هكا ان شاء الله. دابا غادي نبداو نخبزو ونطيبوهم.
هنا طرخفو خليهم حتى يترخفو عاد نبدا نطيبوه. هانتوما شوفو خمرة. حنا بدينا نسمنو هانتوما شوفو ها نسمنا اللولة شوفو كي جات تبارك الله. كلهم حلول زوين سخون. هانتوما هانتوما شوفو تبارك الله نسمي النتيجة. عندي وحدة أخرى سمين هانتوما شوفو المسمن حلول هذا هو الفيديو ديالنا البنات ديال هذا الملوي الرائع اللي شفتو كيجي رائع. هانتوما كلو زوين محلول. كنتمنى يعجبكم ولا عجبكم دائما الفيديو لايكيو بارطاجيو مع اصدقاء ديالكم ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.